تحدي ميدان الشحنية في هذه الأمسية التراثية، أمسية انطلاقة هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا الحادي عشر وشوطنا الحادي عشر في مساء هذا اليوم الخاص باللقاية. الإبكار والمسافة هي 5 كيلومترات المنطلقة من خلال هذا التحدي الرائع. نبدأ مع البداية ونتابع مبعده على المركز الأول لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني هناك منوة تتقدم بشعار هجن الرياسة، علي بن ميل الوهيبي يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث، ثالث المراكز هناك فرق لهجن الشحانية، سالم بن فاران المري يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك صيد لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد ال مكتوم، سالم بن سعيد بن منانه يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس، هناك سهم على خامس المراكز لهجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى، ولكن لنعود مع القيادة، لنعود مع مبعدة على المركز الأول لهجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني، هناك منوة تتقدم على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي. المركز الثالث، ثالث المراكز هناك وصول من أيضا فرق تتقدم لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك صيد لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانه يقود في عملية التضمير والتدريب. والمركز الخامس، خامس المراكز هناك ايضا تتقدم سهم على المركز الخامس لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يقودها في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة، هكذا الاسماء المنطلقة في هذا المساء الرائع، في مساء الاثارة، مساء التحدي والقوة والاثارة. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، مع مبعدة على المركز الأول لهجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من افتتح هذا المساء أول الأشواط الرئيسية. هنا يقدم لنا مبعدة على الصدارة وعلى القمة. المركز الثاني، ثاني المراكز هناك أيضا منوة تتقدم لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي. والمركز الثالث، ثالث المراكز، المركز الثالث هناك سهم، هناك ايضا سهم تتقدم مشاهدينا الكرام على المركز الثالث لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع، رابع المراكز هناك صيد لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد ال مكتوم مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانه يقودها في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس، وصول اسم جديد من سرابة، بدأت تتسرب سرابة لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. ولكن هناك شعلة تتقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ولكن لنعود مع البداية، مع المنعطف الأخير، مع المنعطف الأخير إلى خط النهاية وإلى الفوز. السيارة لمن؟ السيارة لمن من هذه الشعارات المنطلقة؟ 1200 الإعلان الأخير إلى خط النهاية. ولكن مبعدة عندما قلنا لوحة 1200 تباعد المسافة. ولكن سهم انطلقت كالسهم على المركز الأول لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وهناك منوة تتقدم لهجن الرياسة بقيادة الظافر.
علي بن ميل الوهيبي، ومن الجانب الآخر هناك شعلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويد، يقود في عملية التضمير والتدريب. يا هي أسماء واصلة، يا هي أسماء قادمة بكل قوة، يا هي أيضا كوكبة واصلة مع الأمتار الأخيرة. افتتحنا الكيلو الأخير، افتتحنا هذا الكيلو، افتتحنا هذا المنعطف الأخير مع سهم، سهم على القمة، سهم على الرياض لهجن الشحانية مع الشبل. جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا سهم على المقدمة. هناك منهج، وصلت منهج لهجن العاصمة بقيادة غياد الهلالي مع المركز الثاني والمركز الثالث. ولكن شوف، شوف التدخل من وقود لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، ولكن سهم، سهم ما طاعت تسلم، ما طاعت تسلم، انطلقت ونهج واصلة، منهج واصلة على المركز الثاني لهجن العاصمة. ولكن سهم، سهم لهجن الشحانية المسيطرة على زمام الشوط ومنهج مع المركز الثاني. الأمتار الأخيرة 100 متر خطيرة. الناموس وين؟ الناموس مع سهم، الناموس مع سهم لهجن الشحانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وانتصار سهم بالمركز الأول والثاني، موصولة للشبل. جابر بن سالم فاران المري المركز الثاني، كان في منهج لهجن العاصفة والمركز الثالث، كانت في وقود لهجن الشحانية المركز الرابع، المركز الرابع كانت في منول لهجن الرياسة، والمركز الخامس، المركز الخامس كانت فيه سرابة لهجن العاصفة. هكذا مشاهدينا الكرام إثارة هذا الشوط، وكانت سهم هي من نالت ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية على هذا الفوز، والثانية موصولة للشبل. جابر بن سالم بن فاران المري من قادها في عملية التضمير والتدريب، حيث قطعت مسافة السباق بتوقيت وقدره 7 دقائق 27 ثانية جزء واحد يتيما من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت في منهج لهجن العاصفة، والثانية موصولة غيات الهلالي 7 دقائق 27 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كانت في وقود لهجن الشحانية، والثانية موصولة للذهبي سالم فاران المري 7 دقائق 30 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. زميل آخر يتواصل بالوصف والتعليق، عبد الله العمدة.